حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. القائد العام في لقاء مع مجموعة من الأبطال، استدامة الأمن والاستقرار ورسائل العرفان. الجندر، جدل الداخل ودعم الخارج وتحذيرات متنامية من قفز المبعوثة الأممية على صلاحياتها. إذن مشاهدينا، في لقاء جمع القائد العام بالقادة وآمري صنوف القوات المسلحة وبحضور مهيب للراحل إلى عليين مهندس الانتصارات وشهيد الأمة المخلد في ثناء التاريخ، كانت رسائل العرفان لنداء المرجعية وللسواعد السمر حاضرة، لا كلام يعلو فوق رسائل الدعم لكل الجهود التي بذلت لتحرير البلاد والعباد من أعتى هجمة إرهابية وتثبيت ضرورة إدامة هذا الاستقرار المتحقق بالدماء الزاكية. فلا حاجة لأي قوات قتالية أجنبية، إنما الأهمية تستدعي الإبقاء على الصنوف والصفوف متراصة. وهذه النقاط التي كانت موضع النقاش هي بمثابة رسائل ارتكاز. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فأن الشذوذ الجنسي الذي يحاول البعض تغطيته بمصطلحات النوع الاجتماعي والجندر، والذي حجمت دائرة اتساعه جهود مؤسسات الدولة العراقية، غير أن نشاط المنظمات الدولية وفي المقدمة منها المبعوثة الأممية تحاول تنزيه هذه المصطلحات وإدراجها ضمن نطاق المساواة من خلال إخفاء الزعانف المدببة والأسلاك الشائكة التي يحاول أرباب الجدل دسها في بنية المجتمع المتماسك وإساغة تأصيل هذه اللفظة. غير أن أصالة الهوية الاجتماعية للبلاد أو لبلاد الأنبياء والأئمة الأطهار والمراجع العظام ستكون مقبرة لهذه الأفكار التي تحاول شق الفطرة الإلهية. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم في الاستوديو، مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي السيد مهند العقابي. أهلا بك سيد مهند، ضيفا كريما. منذ زمن طويل لم نرى هكذا لقاء بقيادات عسكرية بهذا العدد الكبير مع القائد العام للقوات المسلحة. شنو المناسبة إذا كانت على قضية تحرير الموصل مضى عليها سنوات كثيرة؟ شنو الداعي لو اكو موضوع رسائل يحاول القائد العام والعراق ايصالها؟ طبعا بالبدايه هو لاول مره، يعني هاي سابقه بعد مرور 9 سنوات من انطلاق الفتوى وبدء محرك التحرير ضد جماعات داعش الارهابيه، وبعد مرور 6 سنوات على انتهاء المعارك، يعني بعد مرور هذه الفتره الطويله من الغريب جدا أن تلتفت أخيرا إحدى الحكومات. يعني إحنا مرينا تقريبا هاي الحكومة الخامسة، فهذه الالتفات الكريمة صراحة والسابقة الأولى من نوعها، أنه تكريم يكون تكريم للقيادات الأمنية الشجاعة البطلة اللي حققت النصر على الجماعات الإرهابية. فهذه أول مرة صراحة نحضر في رحاب الحكومة ويكون هنالك تكريم للقيادات الأمنية التي اشتركت في معارك التحرير ضد الجماعات الإرهابية. طبعا التكريم كان من المفترض أن يكون مع ذكرى تحرير مدينة الموصل أو محافظة نينوى من جماعات داعش الإرهابية، لكن بسبب ظروف قد تكون متعلقة بالوضع بوضع رئيس الوزراء نفسه أو يعني
بأحداث طارئة مرت بالبلد تأجلت هذه المناسبة لأيام، لكن في النهاية كان هذا الحضور الجميل. أنا اليوم فرحت جدا لأن كل القاعدين نعرفهم، أبرز القيادات العسكرية كانت حاضرة اليوم في هذا اللقاء، لكن بالنسبة لقيادات الحشد الشعبي كانت كلها حاضرة في هذا اللقاء أيضا، هذه سابقة يمكن. هو مو الكل، حتى الأجهزة الأمنية بصراحة، يعني بعض القيادات لكن الأبرز أيضا المهمة بالجيش بالشرطة بمكافحة الإرهاب في الحشد، أيضا بعض المجاهدين اللي يستحقون صراحة التكريم في الحشد الشعبي كانوا غير موجودين بسبب أولا ضيق المكان، ما ممكن أنه الكل يأتي إلى هذا المكان، الكل يستحق التكريم، عوائل الشهداء، الجرحى، المضحين، القيادات، لكن ما ممكن يعني فنيا ما ممكن دعوة الجميع، يعني الجميع قد يكونوا بالآلاف أو ربما عشرات الآلاف إذا جمعنا عوائل الشهداء وغيرهم. فكانت هذه السابقة صراحة الجميلة والمبادرة الجميلة، وهذه أول حكومة تكرم قادة الانتصار على جماعة داعش الإرهابية. لكن أكو رسائل من هذا اللقاء كما يبدو بحضور كل صنوف القوات الأمنية بما فيهم الحشد الشعبي، وهذه كانت نقطة مهمة تابعها العراقيون اليوم. يعني هي كانت عدة رسائل، أكو بعض الكلام عرض في وسائل الإعلام، أكو بعض الكلام قد يكون ما تم عرضه، لكن أبرز الرسائل كانت الموجودة، أهم الرسائل كانت الموجودة هو القرار الشجاع صراحة لرئيس الوزراء بمراجعة ملف بقاء القوات الأجنبية في العراق. صراحة هذا يقلقنا، يعني احنا بالخصوص الحشد الشعبي وجمهورنا والشعب العراقي بصورة عامة باعتبارنا احنا أصحاب مصاب قادة النصر تم اغتيالهم في قلب بغداد من قبل هذه القوات، اكو مشاكل، احنا الآن القوات الأمنية في كامل جهوزيتها، الدولة قوية، ما نحتاج إلى وجود أجنبي، وخصوصا هذه الأيام أيضا كان هنالك حديث عن نشاط للقوات الأجنبية خصوصا القوات الأمريكية في العراق، فاليوم كانت كلمة الفصل للقائد العام للقوات المسلحة وأكد بحزم أن العراق جاد على إعادة النظر كما اسمها بملف وجود القوات الأجنبية في العراق. تأكيد القائد العام، إذا تسمح لي سيد مهند، تأكيد القائد العام يمكن أبرز نقطة هي الوجود الأجنبي العسكري، تأكيد القائد العام أنه العراق ما محتاج هذا الوجود العسكري الأمريكي أو الأجنبي، بالمقابل الأمريكان شلون ممكن يقروه؟ يعني هم شاو أم أبو يتعاملون ويا دولة، دولة مو أي دولة، العراق دولة قوية لديها الإمكانات، وهذه إرادة الدولة، إرادة الشعب، الشعب العراقي باعتبار بطبيعته دائما رافض لأي وجود أجنبي على أراضيه، وإرادة حكومة، فأكو تناغم بين الشعب والحكومة، وأيضا المقاومة الموجودة في العراق اللي انطلقت من 2003 ولغاية اليوم، لغاية اليوم موجودة، يعني موجودة جذورها، موجودة أفرادها، موجودة قياداتها، أيضا ترفض هذا الوجود. احنا قدمنا الآلاف ربما العشرات من الآلاف من الشهداء في سبيل جعل العراق بلد آمن مستقر خالي من التواجد الأجنبي. أعتقد هذه التضحيات وهذه الدماء تأتي بثمارها، خصوصا أن الاحتلال بعد أن طرد من الباب عاد من الشباك، أبان خصوصا بعد فترة احتلال داعش المدن. أعتقد يعني الرسالة الأهم من لقاء اليوم كانت حديث السيد القائد العام للقوات المسلحة عن إعادة النظر في ملف وجود قوات الاحتلال. هذا الموضوع أيضا تم مناقشته مع الأمريكان قبل أيام بزيارة وزير الدفاع وقائد مكافحة الإرهاب إلى واشنطن قبل أيام. هذا اللقاء اليوم إلى علاقة بما جرى الحديث عنه في واشنطن؟ هو تطرق سيد رئيس الوزراء سيد السودان تطرق لهذا الموضوع، قال أرسلنا وفد، وهذا الوفد تحدث بصراحة في الولايات المتحدة الأمريكية عن إعادة النظر في وجود القوات الأجنبية في العراق، والأمريكان جاي يدرسون يعني في هذه الأوقات ربما إنهاء وجودهم أو يعني استجابة لطلب
الشعب العراقي والحكومة العراقية. أنا أعتقد الأمور ماشية بهذا الاتجاه، وأعتقد القواعد الأمريكية اللي ما لها لازمة اللي موجودة حاليا في العراق واللي زادت، ووجود أيضا الآليات العسكرية والطائرات والأجواء، أعتقد ما لها لازمة بالعراق أصلا، باعتبار أنه الأجهزة الأمنية الجيش العراقي البطل والشرطة والحشد موجود، طيب، مكافحة الإرهاب موجود. أعتقد كل هذه السلسلة الموجودة اللي هي جاية تحقق الأمن، وهي قادة النصر، مو الأمريكان حققوا النصر على داعش، هم هؤلاء اللي قادوا النصر. تأكيداتكم أنه أكو بعد فلول، أكو خلايا نائمة، أكو ضرورة لمكافحة فكر داعش؟ إحنا في وقت الشدة إذا أردنا نفتح هذا الملف، نعم، أنا كنت حاضر في كل الأماكن أثناء اتخاذ القرار من تأسيس الحشد من انطلاق الفتوى لغاية اليوم، نعم، وكنت أعلم ما يدور خلف الكواليس. إحنا بالبداية ما ساعدونا الأمريكان، الأمريكان بالبداية خذلوا الحكومة العراقية وأيضا أخلفوا بالاتفاق مع الحكومة العراقية. الكل يتذكر هذه الأحداث، الطائرات الـ 16 أخروها، شروط سياسية حتى يدخلوا، معمل تصليح الدبابات الأبرامز اللغة، سعر السلاح صعد، عتاد مطونة، طونة فقط حديد يعني دبابة بدون عتاد. هذا اللي يخلي العراقيين يتخوفون من سلوك الأمريكان من الجانب الأمني. طبعا ما ساعدوا، أنا أعتقد الوجود الأجنبي ما ساعد أبد بإنهاء جماعات الإرهابية بالعراق، بالعكس، بل كان في بعض الأحيان أثر على سير العمليات العسكرية، في بعض الأحيان ساعد، لدينا الأدلة على مساعدة جماعات داعش الإرهابية في بعض المناطق، أحيانا قصف بشكل مباشر قوات الحشد والداخلية والدفاع. فإذا كان أكو تأثير أثناء المعارك هذا، إذا كان أكو تأثير فالتأثير سلبي. اليوم يعني إذا كانت هنالك فلول، وإذا كانت هنالك جيوب، وإذا كانت هنالك خلايا نائمة، عندكم قدرة تتعاملون وياها؟ يعني بالأمر الأكبر، يعني بالحدث الأكبر، بسقوط المدن، ثلثي العراق راح، قدرنا نتعامل مع الموضوع. حال هسه أفضل قوة وأفضل عدد، عندنا جهوزية وعندنا استعداد وعندنا وضع نفسي وعندنا وضع معنوي. طيب، أعتقد ما بحاجة لأي وجود أجنبي في ظل دولة قوية. لكن أكو خطر أكثر من قضية فكر داعش وفلول الموجودة في بعض المناطق الحدودية وغيرها، التحركات الأمريكية أو بعض القوات الموجودة على شرق سوريا على الحدود العراقية بحماية قوات أمريكية، عندكم مخاوف من عدها كقيادات أمنية؟ احنا نبلغ دائما، هو اذا اردنا نتحدث بصراحه، اكو تحركات، اكو تحركات يعني قسد وغيرها. طبعا لا لا، الامريكان جاي يتحركون، الامريكان يعني قاعده يوجهون هذه التحركات، قاعده عين الاسد شويه ماخذين يعني مكبريها بالزايد. اكو مرات نوعا ما يتحارشون بالقوات الامنيه، هم وجودهم مضره، يعني كتلة أجنبية عسكرية مسلحة موجودة داخل الأراضي العراقية. أنا أعتقد هنالك إرادة حقيقية للحكومة العراقية، وهذه الإرادة مدعومة بإرادة شعبية بإنهاء ملف الوجود الأجنبي بالعراق. نتطلع إن شاء الله خلال يعني من نهاية هذه السنة أن يكون هنالك إجراءات حقيقية على أرض الواقع لإنهاء الوجود، وخلال يعني الفترة القريبة جدا إن شاء الله بعد ما نشاهد أي آلية أو أي جندي أو أي قاعدة أمريكية في الأراضي العراقية. الصورة اللي نتابعها حاليا نشاهدها مع مشاهدينا، الغائب الحاضر الشهيد القائد أبو مهدي المهندس على كرسي موجود بين قادة الحشد، ما هي الرسائل من وراء هذه الصورة وحضورها؟ شوف، كل اللي جالسين اليوم، نعم، يعني كل صنوف القوات الأمنية، الحشد، كلهم ذولي أصدقاء أبو مهدي، وكلهم بأيام الشدة ب 2014 كان يديرهم أبو مهدي، يدير العمليات على أرض الواقع أبو مهدي المهندس، وذولي كلهم يعني أنا يوم سلمت عليهم واحد واحد كلهم تربطنا بهم ذكريات وصداقة وجهاد وبطولة وأيام شدة وأيام رخاء وأيام فرحة بالنصر. فاليوم ما ممكن أنه يكون هذا الحفل والحفل الأول من نوعه مثل ما قلت بدون وجود القائد المؤسس الذي أدار بشكل جيد وأدار بشكل صحيح وبروح عالية
وبشجاعة أدار المعارك، معارك التحرير، وتسبب بشكل مباشر بإنهاء الوجود الإرهابي في العراق أبو مهدي المهندس. اليوم القادة، قادة الحشد، أصروا أنه يجلس بنصهم، يعني رئيس الهيئة الأستاذ فالح الفياض، الحج أبو فدك، الحاج العامري، قال أريد أبو مهدي يكون بنص طيكون. وأيضا هذا الأمر مو إحنا أيضا خططنا إلى الحشد، جبنا الصورة، لا، رئاسة الوزراء قررت أن يكون هنالك يعني كرسي، الحكومة ورئاسة الوزراء هنالك كرسي مخططة لهذا الموضوع. إذا أكو رسالة من عندك، حتى أكو هدايا معنوية يعني استلمناها، أنه كل شخص حظى بتكريم أنه مسدس، فشي معنوي يعني من لدن رئيس الوزراء، هذا المسدس صناعة عراقية، فكانت أيضا هنالك هدية مخصصة حالة حال باقي القيادات الأمنية باعتباره يمثل الشهداء، يمثل القادة، يمثل النصر، يمثل إلى آخره. فكان هنالك الوجود، وهذا الأمر كان بإشراف وأيضا بترتيب. إحنا جينا لقينا أكو كرسي للحج أبو مهدي، بالإضافة إحنا كنا الحشد اليوم، إذا أكو صورة تطلع كاملة، كل الحشد وبعض الأشخاص مو بالحشد لبسوا صورة شلون هذه لأبو مهدي المهندس على ملابسهم. أبو مهدي المهندس أصبح اليوم شخصية معنوية، رمز يدل على النصر، على الشجاعة، على التنوع. بالنسبة للعراقيين طبعا، بالنسبة لأهل المناطق المحررة طبعا، لكن بالنسبة للأمريكان، الأمريكان عندهم محاذير من حكومة يسموها حكومة إطارية، هم عندهم محاذير من هذا الموضوع، وهنا الحكومة ماذا توصل رسالة، ما هي حذرة من هذه الرسالة، كيف ستصل للأمريكان؟ هذه الحكومة حكومة الشعب. نعم، هذا الرجل أبو مهدي المهندس القائد هو اللي أنقذ الشعب العراقي، هو الذي أدار التنوع. أول إدارة حقيقية للتنوع في العراق كانت من قبل الحشد الشعبي. كل اللي كان شعارات السنة والشيعة والعرب والأكراد والتركمان، اللي نفذ هذا المشروع، مشروع إدارة التنوع وأن يعيش الجميع بسلام، الحشد. الحشد الآن بالسني وبالشيعي وبالمسيحي وبالإيزيدي وبالصاب، كل الألوان العراقية موجودة بالحشد، فذول كلهم تربطهم علاقات بأبو مهدي. بالإضافة للقيادات الأمنية، بالإضافة إلى شيوخ العشائر، بالإضافة إلى الناس العاديين، بالإضافة إلى عوائل الشهداء. فبالنهاية هذا الرمز، هذا الوجود، يعني أنا مرات أنظر لأبو مهدي مو شخص، أنظر لخارطة العراق، لأن لولا هذا الشخص ما كانت هنالك خارطة، كان العراق مقسم، كان العراق فوضى، كان العراق حرب داخلية إلى آخره. طيب، هيئة الحشد الشعبي بشكل عام هي وجودها مؤرق للأمريكان، وحضوركم اليوم في هذا اللقاء مع بقية صنف القوات الأمنية يتوسطكم الشهيد أبو مهدي المهندس، الحكومة عندها مخاوف من قراءة الأمريكان لهذه الرسالة بشكل قد يكون منزعج من لا هذا المجال. أولا دليل على وطنية الحكومة، ودليل أيضا على شجاعة الحكومة، ودليل أيضا على إنصاف الحكومة، ودليل على أن الحكومة لا تستمع لأي تدخل خارجي. إحنا مو نريد نرضي خاطر فلان دولة أو خاطر فلان دولة، إحنا شيء نرضي الشعب مالتنا، وأهم شيء نعطي لكل شخص حقه. بالتالي هؤلاء من ضمنهم الشهيد أبو مهدي المهندس، من ضمنهم الحشد الشعبي. إحنا كيف أرجعنا الروح المعنوية للمقاتلين؟ من خلال الحشد الشعبي. عند الانهيار كان اخوتنا بالجيش والشرطه بحاجه الى قوات امنيه داعمه، فمن خلال فتوى مبارك، وايضا اشاد اليوم السيد رئيس الوزراء بالمرجعيه الدينيه، لا سيما آية الله العظمى السيد علي السيستاني حفظه الله، وايضا بالفتوى. هؤلاء الاشخاص اللي ساهموا بتنفيذ الفتوى والاستجابه للفتوى ما تحقق النصر. فمو هدفنا احنا نرضي الاخرين، هدفنا اكو مقوله دائما ارددها لابو يعني لابو مهدي المهندس، للشهيد ابو مهدي المهندس، يقول احنا مو هدفنا ارضاء الاخرين، هدفنا ارضاء الله سبحانه وتعالى. فهذا الشيء، هذه الجلسه مال اليوم ترضى الله سبحانه وتعالى، وترضى الناس، ترضى المواطن العراقي. بعد امريكا
رضت ما رضت هي والأقرب حائط يعني. لكن ما مدى احتمالية أن تغير الإدارة الأمريكية طريقة تعاملها مع هذه الحكومة الإطارية عقب هذا المستوى وهذا اللقاء، وممكن أن يكون تحدي؟ أنا أشوف، شوف أنا اليوم كنت أتحدث مع أشخاص يعني ناس من الشارع يعني ناس عاديين يعني. قلت لهم شنو رأيكم بالحكومة؟ قالوا احنا فرحانين وجاي نشوف خطوات، لأول مرة جاي نشوف خطوات عملية، جاي نشوف اكو نوعا ما اعمار، اهتمام بالشوارع، بطالة قاعد يتعينون، اكو شغل جاي يصير. ما دام الحكومة قريبة من الناس وجاي تشتغل فعلا للناس، هاي حكومة ما ينخاف عليها لا من جهة خارجية ولا من اي جهة ثانية. فانا اعتقد هذا الاجراء انه همك ترضي الناس، همك تخدم الناس، همك تحافظ على العراق، وهمك تبني. اليوم ايضا اكد رئيس الوزراء على ضروره مواصله التدريب واليقظه للقوات الامنيه وتطوير القوات الامنيه من اجل عراق قوي. هذه الاهتمامات اعتقد اللي يهتم بمثل هكذا مواضيع ويكون قريب من الناس، ما اعتقد تهم اي قوه خارجيه. صدام حسين ليش انتهى ب 2003؟ لان الناس ما قاتلوا وياه، العراقيين ما خلوا واحد، خلوا واحد يفتر تالمتالي راح انهزم بحفره. متى بعض الناس والكثير من الحكومات الولايات المتحده عندها قدره تسقط حكومات. لو كان صدام قريب من الشعب، قريب من الناس، ما سقط مثل هكذا مشهد مخزي صراحه. فما دام الحكومه، انا اعتقد انا ما اريد يعني اكثر المدح، لكن ما دام كانت هناك حكومه تقدم الخدمات للناس، ويا ما صار لها هواي يعني، صار لها يعني بعد ما مخلصة سنة. وقلت لك يعني حتى هذه السابقة أن لأول مرة يعني، أنا لو تسأل كل أول مرة رئيس وزراء يدز على القوات الأمنية ويكرمها بهذا الشكل. هو قلت لك بالبداية بسيط يعني لكن أنا واحد من الناس شعرت لأول مرة واحد يلتفت يعني، هذول الأبطال هم اللي أنقذوا العراق، هذول الأبطال اللي هم اللي ضحوا، أصدقائنا، قياداتنا، هم اللي استشهدوا. احنا عندنا جرحى، عندنا تضحيه، وهذول كلهم اللي جالسين قوات الامنيه والحشد هذول ضحوا خطيه، وكانوا بالتراب وايام برد وايام صيف، فبالتالي تجي تسمحهم كلمه طيبه وتكافئهم وتكرمهم. انا اريد يعني اتحدث عن اعاده النظر بموضوع تكريم القوات الامنيه بنقص شجاعه. يعني هذه القضية معروفة بكل بلدان العالم، أنه دائما العسكري يقلدوهم نقص شجاعة، بحيث أنه يشعر كل ما كانت هنالك عدد كبير من أنواط الشجاعة يشعر أنه هذا أنه أعطي حقه، أنه تم منحه ما يستحق. أنا أعتقد هذه الأمور التشجيعية وقرب رئيس الوزراء من القوات الأمنية اليوم عاملهم كأخوة. يعني أنا أذكر من أول ما بدأ قال اخوتي وكذا، عاملهم كاخوه. هذا الترابط العاطفي اعتقد يجيب نتائج مستقبلا، ونتائج انه يصب في مصلحه العراق كدوله قويه. شعرت باهتمام من قبل القياده العامه للقوات المسلحه، هذا يشكل دافع كبير للقوات المسلحه او اي يعني موظف حكومي حتى يكون له دافع ينجز ويقدم اكثر. لكن بالنسبه لشهدائكم، شهداء القوات الامنيه، ذوي الشهداء، عوائلهم، الجرحى، صار حديث عن ضرورة الالتفات لهم بشكل أكبر، التركيز عليهم وإعادة جزء من تضحيتهم اللي قدموها. يعني هاي تقريبا أنا يمكن ثالث أو رابع جلسة بين احتفال بين اجتماع، تقريبا الرابع يحضر رئيس الوزراء وتكون هنالك كلمة لرئيس الوزراء. بالمرات الأربعة بالإضافة إلى اليوم يؤكد على ملف الشهداء وضرورة الاهتمام بالشهداء. إحنا كهيئة، أنا مو يعني مثلا أنه شيء بالحشد الشعبي، لكن يجوز أكثر مؤسسة أمنية تعتني بشهداء. يعني تقريبا أغلب أسر الشهداء وديناهم للحاج بشكل مجاني، جاي نبحث لهم عن أراضي، عن شقق، نحاول ننجز معاملاتهم صورة صحيحة. لكن يبقى مهما نقدم هو قليل، لأن أغلب العوائل الشهداء من أماكن فقيرة فيحتاجون اهتمام،
يعني مثلا عندهم اطفال يحتاجون متابعه للمدرسه، عندهم اباء يجوز مرضى، اقارب، اخوه يراد لهم تعيين، ايش قد ما نطل الشهداء ما راح نجازى حقهم. فبالنهايه ملف الشهداء يحتاج لاهتمام، حتى وان كنا احنا ندعي انه جاي نقدم للشهداء، لا بعد تكون اكثر، لان هم مثل ما قلت كلهم اسر فقيره، اغلبهم يعني اسر فقيره، يحتاجون الى سكن جيد، وايضا متابعه بعض الاحتياجات تتعلق بالتعليم، بالصحه، مثلا ام شهيد او اخ شهيد او اب شهيد بحاجه الى مثلا بمرض معين خبيث او يا ستار او مرض معين اخر بحاجه الى اجور عاليه، في بعض الاحيان علاج بعض الامراض يجوز مبالغ جدا طائلة، يعني 100,000 150,000 دولار على مدة تعالج مريض واحد من أسر الشهداء. في بعض الأحيان إحنا كهيئة حشد عندنا ميزانية معينة لكن قد ما تكفي لمتابعة ذوي عوائل الشهداء. هذا الملف ملف يراد له بعد أكثر اهتمام، يراد له عطاء أكثر، يراد له تخصيص أكثر. وانا جاي اشوف رئيس الوزراء في اكثر من مناسبه ياكد على هذا الملف، هم يستحقون، وان شاء الله بالفترات الجايه راح يكون هنالك اهتمام اكثر بهذه الشريحه. الشكر الجزيل لك مدير مديريه اعلام هيئه الحشد الشعبي السيد مهند العقابي، كنت ضيفا كريما علينا، شكرا لك. اذا مشاهدينا ننتقل سويه الى ملفنا الاخر وابرز ما فيه. الجندر، جدل الداخل ودعم الخارج، وتحذيرات متنامية من قفز المبعوثة الأممية على صلاحياتها. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن هذا الملف وتفاصيله نرحب بضيوفنا الكرام الشيخ الدكتور حيدر الشمري رئيس مركز تاج الحضارة الثقافي. أهلا بكم سماحة الشيخ ضيفا كريما، وكذلك الترحيب بالباحث والأكاديمي الدكتور جميل الحسناوي. أهلا بكم دكتور جميل. حياك الله، تحية لك طيبة وللمشاهدين الكرام ولضيفك الكريم. حياكم الله. نبدأ معك سماحة الشيخ، موضوع الجندر صار جدل كثير وتوسع بشكل كبير بالآونة الأخيرة بالمجتمع العراقي بوسائل الإعلام، ووصل الموضوع إلى مؤسسات الدولة لفهم أو تفصيل مفهوم الجندر، تعريفه بشكل أوضح للمجتمع، هل يختلف من مجتمع إلى آخر، هل تختلف استعمالاته بين مجتمع وآخر، أرجو أن توضح لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحية لك السيد الفاضل وتحية لضيفك الكريم وتحية لمشاهدي قناتكم الكريمة. طبعا واحدة من المصطلحات التي شاعت في مجتمعاتنا في الآونة الأخيرة والتي أحدثت وسببت إرباكا في المجتمع العراقي سواء كان على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي، هو أنه شياع وانتشار مصطلح الجندر أو مصطلح النوع الاجتماعي ودخوله إلى مؤسسات الدولة وفرضه على أنه شيء لابد أن يقبل، وكأنه جزء من إعطاء، وكأنه جزء من الحداثة المطلوبة التي ينبغي أن تكون في داخل المجتمع العراقي أو أن يتحلى بها المجتمع العراقي، على اعتبار أنها جزء من مقومات المجتمع، أن تعطي للمرأة حقها، ومن ثم فهي كأنما أصبحت كأنما هي جزء من عملية إعطاء المرأة حقها. ولكن تحولت المسألة، ولعله هو اللي أدخلها، جزء من عندهم كانوا غير فاهمين للمسألة، وجزء من عندهم لعله كانت أجندات خارجية التي أسهمت في دخول مثل هكذا مصطلحات. وأنا كررتها أكثر من مرة في أيام حكومة
هي زج بهذا المصطلح بشكل واضح، وكأنه عملية ممنهجة لدخول هذا المصطلح، والناس غافلة، أو دوائر الدولة كانت ومؤسسات الدولة بمختلف صنوفها كانت غافلة عن مثل هكذا مصطلح، وكأنه مجرد عملية أنه نريد نتعامل مع المرأة نطيح حقها. أقول لحد الآن استعمالاته يمكن بقضايا حقوق المرأة والمساواة وغيرها يتداول يعني هذا المصطلح بشكل كبير، لكن يتم الحديث عنه بعيدا عن قضية الشذوذ الجنسي. يعني هو في بداية المصطلح كأنما بالبداية أريد له طعم المناسبة، هو إلى الآن لا يوجد تعريف واحد للجندر لحد الآن، وكل واحد أنت تلاحظ مثلا الموسوعة البريطانية عرفت الشيء، تجي على الموسوعات الأخرى عرفت الشيء آخر، وإلى الآن بالكتاب المختصين بموضوعة الجندر هم يقولون أنه إلى الآن لم يكن هناك اتفاق على تعريفه. طبعا في بالمناسبة في بعض الأحيان لا تعرف بعض الأمور حتى تكون فيها مطاطية أكثر. هاي المطاطية حتى يعني ممكن يصير فيها شيء من السيولة في حسب ما إيش قد ما يريدون يدخلون من عندها، إيش قد يريدون يطبقوها، إيش قد يريدون يتعاملون إياها بأي طريقة حتى تصير بها أكثر مطاطية وأكثر سيولة. إلى الآن لا يوجد تعريف للجندر، فالتعريف موحد ورسمي، هذا واحد. اثنين، كل التعاريف تشير إلى مسألة وكأنه هو في بدايته انطلق على أساس إعطاء المرأة جزء من حقوقها وجزء من حرياتها، وتمكين المرأة يعني تفعيل المرأة تفعيل المرأة بالمجتمع وإعطائها دورها، وكأنه هذه البدايات. طيب. فلسفيا فكريا حتى أقول على اعتبار من اختصاص يعني الفكر السياسي، وهذا كانت هذا الباكورة انطلاق مثل هكذا أفكار، لكن ثم تحولت الجندر معناها أنه هذا اللي أطلقته سيمون دي بوفوار وغيرها على أنه لا تولد المرأة امرأة وإنما يصنعها المجتمع. يعني شو تريد تقول؟ تقول الإنسان ممكن أن يمتلك هويتين، ممكن أن يمتلك هوية بيولوجية. هذا هنا صار الحديث على أساس التمييز جنسيا، لكن الجندر يتحدثون به حاليا المختصين المدافعين عن هذا المصطلح وهذه النظرة والفكرة أنه التفريق أو التمييز على أساس النوع الاجتماعي. لا ماكو شيء، لا هو 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 تعريف الجندر هو أنه لا يوجد تمييز على أساس الذكورة والأنوثة، وإنما التمييز يكون هو الإنسان يختار النوع اللي يريده، هذا معناها. يعني أن الإنسان لا يولد ذكرا ذكرا ولا يولد الإنسان أنثى أنثى، وإنما أنا أختار، أنا ذكر بيولوجيا وعاجبني أريد أصير أنثى، إيه ماكو مشكلة، أنت هذا طريق أنت اختاريته، أو أنا مثلا أنثى ولكن عاجبني أنا أنثى بيولوجيا. وهنا رجعنا إلى التمييز على أساس الجنس أيضا، وهذا الموضوع أيضا راح يكون له علاقة بالشذوذ الجنسي وغيره. يا أخي ما هو القرآن الكريم يعني في صريح آيات الله تبارك وتعالى وخلق الزوجين الذكر والأنثى، يعني معناها لا يوجد شيء ثالث. هذا منين من عنده؟ حتى المدافعين عن قضية الجندر هم معارضين لقضية الشذوذ الجنسي و يمقتوها بشكل كبير، لكن يدافعون عن الجندر. احنا نريد نوصل الى فكره هل هناك سوء فهم ام ماذا. دعنا انتقل ايضا اليك دكتور جميل، اهلا بك مره ثانيه. دكتور، اكو سوء فهم لمصطلح الجندر، وهذا الخلاف صار بسبب اختلاف ثقافات وعادات وتقاليد، مجتمع يفهمه على شكل بين مجتمع عربي اسلامي يفهمه بشكل اخر. أكرر مرة أخرى تحية طيبة لك ولضيفك الكريم والأحبة المشاهدين. وواقعا هنالك إشكالية عميقة في موضوع تعريب المصطلح. يمكن أنا واجهت مشكلة كبيرة في أطروحة الدكتورة التي أنجزتها، أن هنالك إشكالية كبيرة جدا في عملية تعريب المصطلح من المصطلح الأجنبي إلى المصطلح العربي، وقد وقع موضوع الجندر في خضم هذه الإشكالية حقيقة. طيب. يعني عرف الجندر في البداية يعني عندما دخل الوطن العربي أو عرب من اللغة الإنجليزية إلى العربية بالتنوع الاجتماعي، لم يكن النوع الاجتماعي. التنوع الاجتماعي كان يقصد به الصنف الاجتماعي، يعني أي جنس، يعني صنف الجنس ذكر أم أنثى. لكن لاحقا تشظى هذا المصطلح الجندر إلى ما يقرب 11 صنفا آخرا، وهو مثل السيس جندر والتنوع الجندري أو الميول الجندرية و11 نوعا، والكويري، يعني كثير من المصطلحات حقيقة لا تأتي إلى ذاكرتي الآن، لكن من ضمنها ثنائي الجنس وغيره. هذا الموضوع كان يتم التعامل معه على أنه مشكلة بالهرمونات أو مشكلة نفسية يعني تأتي من
أمراض الفيلوفوبيا أو المناشيبسيس الذي مؤسس لعملية يعني عدم رضاء الشخص بوجوده في منطقة معينة، أو يرى الشخص أنه شخص غير مرغوب فيه في تلك المنطقة، مما يجعله أن يذهب إلى رؤى أخرى فكرية، يعني فكرية داخلية. هذا الموضوع كان يتم التعامل معه بهذه الطريقة، لكن لاحقا عندما تشظى هذا المصطلحات هنا أجندات غربية وضعت فيه ما وضعت، فذهبنا إلى موضوع التنوع الجندري، وهو اليوم ما نتحدث عنه بالضبط، وهو التنوع الجندري الذي يقصد به عندما يأتي بنوع اجتماعي هو مختلف عما يكون عليه بعد البلوغ، يعني الذي يضع لابنه اليوم ذكرا فيسميه ذكر فهذا خاطئ، فهو ممكن أن يختار جنسه أو نوعه الجندري بعد سن البلوغ وهو الثاني عشر أو الثالث عشر، وهنا الإشكالية الكبيرة. إذن هنا المصطلح أصبح له علاقة كبيرة بل رئيسية بقضية الشذوذ الجنسي دكتور. بالحقيقة ليس كذا، يعني قضية تنوع المصطلحات الجندرية ليس كلها هي باتجاه الشذوذ الجنسي. هنالك مصطلحات نفسية، يعني مثلا ثنائي الجنس هو حالة موجودة، أنا يعني أعرف شخصين يعني أثناء حياتي كان لديهم جهازين تناسليين واختاروا نوع الجنس الذي يبقون عليه، هناك من اختار أن يكون ذكرا وهناك اختار أن يكون أنثى، لأنه يوجد في الجسد جهازين تناسليين وهي قدرة من قدرات الله. هذا ثنائي الجنس، الموضوع ليس شذوذا هنا في هذا المصطلح، وهنا الخبث في عملية تصدير هذا المصطلح، يعني بدأ على المستوى الطبي أن هذه المصطلحات تسعى إلى تصحيح المجتمع لمن يعاني من عاهة مثلا نفسية أو طبية أو هرمونية، لكن لاحقا ذهب إلى موضوعة الشذوذ الجنسي ومحاولة إضفاء صبغة منطقية أو ثقافية على هذا الشذوذ. لذلك يحاول الجندر أن يوصف إلى العامة بأن يكون الذكر والأنثى ليس هما الرجل والمرأة، ممكن أن يكون رجلا ولكن هو أنثى في شعوره الداخلي، أو ممكن أن تكون أنثى وهي رجل في شعورها الداخلي، أو يكون الجندر المرن، ما يسمى الجندر المرن، ممكن أن يكون في النهار أنثى وفي الليل ذكر أو العكس صحيح. هذا السياق أو التصدير لهذا المصطلح هو مصطلح خبيث بحد ذاته ومؤسس له بعناية تامة، اخترق الثقافة العربية دون فهم في عملية تعريف المصطلح، إذ عرف على أنه تنوع لاحقا ظهر أنه نوع اجتماعي، وهي مقصودة عملية الترجمة بهذه الطريقة حتى ينتشر ويصل إلى دوائر الحكومات العربية سواء في العراق أو خارج العراق، وثم لاحقا تظهر مصطلحاته العامة وتفاصيله الدقيقة وتدعم إعلاميا من دول الغرب. يعني لو نعم أريد أبقى مع سماحة الشيخ بهذا قضية الدعم والتأكيد على هذا الموضوع، يعني بالوقت اللي صدرت أو أصدرت الكثير من مؤسسات الدولة قرارات حظر استخدام هذا المصطلح أو تعريفه بطريقة معينة والنوع الاجتماعي، كالعادة فتح هذا الملف من يونامي على لسان بلاس خارت تتدخل مرة أخرى، لكن هذا تدخلها بهكذا موضوع لماذا يؤشر؟ يعني أقول أن العراق تعرف بلد غير مستقر الأوضاع فيه، وما لا شك فيه أنك أنت تجد أن التدخلات في العراق يعني على مستوى السياسة وغيرها طبعا فمن الطبيعي جدا، مو من الطبيعي أقول يعني من المتوقع جدا أن نجد مثل بلاس خارت أو السفير الأمريكية أو غيرها مثلا تجد أو قوة خارجية دائما مثلا تتدخل في الوضع الحالي، لكن مع ذلك يجب أن تكون الحكومة هي صاحبة القرار وهي اللي هي المسؤول الأول عن مثل إشاعة مثل هكذا أو تقنين مثل هكذا مصطلحات وإدخالها إلى المجتمعات أو إدخالها إلى مؤسسات الدولة بلاس خارت ولا غير بلاس خارت في غير مكان، هي ليست لها مكان أن تتدخل في قرارات الحكومة، وإنما هي وظيفتها مجرد أن تراقب الأحداث وتوصل تقاريرها إلى الأمم المتحدة، لا على أساس أن تتدخل في القرارات سواء كانت القرارات قانونية يعني تدخل بصبغة قانونية وتشريعات، ولا على أساس أنها تدخل ب
بصيغة تنفيذية والحكومة التنفيذية وقراراتها. يعني بمعنى أقول أن هذا ليس من الصحيح أنه نفسح المجال كحكومة، أن نفسح المجال لبلاس خارت أو غير بلاس خارت أن تكون لها كلمة على أقل، حتى وإن لم تكن كلمة الفصل وإن لم تكن مؤثرة، ولكن يجب أن تكون هناك، لأنك اتفاقيات دبلوماسية يجب أن نتعامل بها. اليوم العراق وكل البلدان، وحينما دخلوا إلى الأمم المتحدة لا دخلوا عبارة عن عبيد وأسياد كأنما المسألة، لا، هم عبارة دخلوا كأعضاء في الأمم المتحدة، وبالنتيجة فالأمم المتحدة ليست هي صاحبة القرار على هذه الحكومات لا تشريعيا ولا تنفيذيا. لكن بلاسخرت بلغتها أكو تهديد. أعود لك دكتور جميل، برأيك ليش تركز السيد بلاسخرت على خطورة تغييب هذه المفاهيم وتربطها بالمساواة وتحقيق الازدهار بالأساس تعددية العالم، وبلهجة شبه تهديد للعراق ومؤسساته؟ واقعا لو عدنا إلى موضوعة الأمم المتحدة، مقر الأمم المتحدة هو بالأساس في نيويورك. لا. يعني فلنأخذ نظرة في عملية التبرعات التي تمول منها الأمم المتحدة، سنجد أن ما يقرب على 65% من المبالغ المتبرع بها للأمم المتحدة هي تخرج من الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كانت من الحكومة أو منظمات مدعومة من البيت الأبيض أو البنتاغون الأمريكي. وبالتالي عملية تمرير القرارات عن طريق الأمم المتحدة هي لعبة أمريكية، يعني كانت وما زالت لم تتغير حتى هذه اللحظة. نلاحظ على سبيل الفرض أن الكثير من قرارات الأمم المتحدة كانت تحت وطأة الرؤى الأمريكية في الحصار على العراق في تسعينيات القرن الماضي، وهم يعلمون أن هذا الحصار سيمس أطفال العراق ولا يمس الحكومة العراقية آنذاك في صلبها، بل سيمس دواء العراقيين، قوت العراقيين. في الحصار اليوم على الجارة إيران، وهو يعلمون علم اليقين أن هذا سيؤدي بالتالي إلى يعني أذية المجتمع والفرد الإيراني اليوم كنوع، يعني كشخص يعيش داخل إيران. الكثير في فيتنام، في الكثير من القرارات عندما تلاحظها أنها تخضع للرؤى الأمريكية بل للإملاءات وليس الرؤى الأمريكية. وبالتالي يندرج هذا اليوم للسيدة بلاسخارت، يندرج ضمن هذا المفهوم حقيقة. بلاسخارت لا تحيد عن قرارات مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ومقر الأمم المتحدة لا يحيد عن القرار الأمريكي، وبالتالي نرى هو انعكاس للرؤية الأمريكية، انعكاس لتطبيقات أو إملاءات أمريكية تحاول أن تضعها أو تشترطها على الحكومة العراقية وتحاول أن تفرضها على المجتمع العراقي، رغم علمهم اليقين بأن المجتمع، أنا نتحدث عن مجتمع عراقي رافض لهذه القرارات وليس عن قرار. لكن دكتور، يعني التدخل من قبل أي جهة كانت، مبعوثة أممية أو غير الاجتماعية الخاصة بالمجتمع العراقي، وإصدار مقررات أو توجيهات، لا يجب، يعني يعتبر تدخل سافر ويستدعي المطالبة بسحب يد السفيرة مثلا؟ واقعا ليس فقط تدخلا سافرا، بل يستدعي تقديم شكاوى لدى مجلس الأمن، ورغم أن مجلس الأمن تحت الإملاءات الأمريكية كذلك، لكن يعني يستوجب أن يقف الشعب العراقي أو الشعوب العربية برمتها بوجه هكذا قرارات بطرد هؤلاء حقيقة، ليس يعني على مستوى رفع شكوى هنا وهناك، بل يجب أن تطرد أي شخصية تحاول المساس بعقائد وأخلاقيات المجتمعات الإسلامية أو العربية، لأنه جميع أو معظم القرارات اليوم التي تتبناها للأسف الأمم المتحدة هي بالضد من الرؤى الاجتماعية والأخلاقية العربية والإسلامية، وبالتالي يجب أن يقف المسلمون صفا ويدا واحدا في طرد هؤلاء وإيقاف هذا الزحف يعني الأخلاقي والزحف الثقافي الذي بدأ فعلا يتغلغل إلى المجتمعات العربية والعراقية. لا. وهو هدف واضح ومهم للولايات المتحدة ومن يقف خلفها في هذه المرحلة. سؤال أخير لكم سماحة الشيخ، تشوفون أن المبعوثة الأممية قد تخطت يمكن حاجز 5 سنوات من مهمتها بالعراق، تعتقد أنها غير قادرة اليوم على التعامل مع بحيادية مع ما يتوافق وحاجات العراقيين والمكونات السياسية والاجتماعية المحلية؟ هل ترى أنها أصبحت اليوم جزءا من مشاكل العراق؟ كأنه هذا اللي أريد أقوله،
يعني على مستوى حينما نريد أن نتابع سيرة هذه المرأة أو نتابع يعني ما كانت تفعل الأمم المتحدة في داخل العراق، نجد أنه لم يكن بصورة إيجابية، ولكن دائما كأنما هو باتجاه الجانب السلبي. يعني تدخلات مثلا في قرارات حكومة على مستوى التشريع، تدخلات على مستوى التنفيذ، تدخلات على مستوى أنه في قضايا مجتمعية تجد زيارات مشبوهة، تتدخل حتى في بعض الأحيان في قضايا سياسية مثلا في الأحزاب السياسية، في بعض الأحيان مثلا تتدخل في حتى في تشكيلات سياسية، في بعض الأحيان تدخلت مثلا في تقريرها بالانتخابات مثلا مرت. يمكن بالانتخابات وقضايا سياسية من مهامها أنه تتدخل بها، لا أو تقدم تقرير، لا هي ممكن ترفع تقرير لكن ما تتدخل، يعني ترفع تقارير الأمم المتحدة هذه من واجباتها، لكن ماذا عن تدخلها بهكذا أمور اجتماعية داخلية؟ يعني أتصور هذا يعني تعدت الحدود فيه، وهو يعتبر من مكامن الخطر، ويجب أنه الحكومة العراقية يجب أن تأخذ موقف من هكذا تدخلات. يجب أن تقول أنه الأمم المتحدة بعثتك كممثلة لها في داخل العراق، وحدودك هكذا هي 1 2 3. وأسأل سؤال، هل بإمكان ممثل الأمم المتحدة مثلا في السعودية، أو ممثل الأمم المتحدة مثلا في تركيا، أو ممثل الأمم المتحدة مثلا في إيران، أن يتدخل في أبسط القضايا في المجتمع الإيراني أو في المجتمع التركي أو في المجتمع السعودي؟ لماذا يتدخل ممثل الأمم المتحدة في العراق وكأنه هو جزء من السلطة السياسية، وكأنه هو جزء من اللاعبين والمؤثرين، مع أنه هو لا يمتلك لا سلطة سياسية ولا سلطة تشريعية، وإنما مجرد يمتلك صفة رقابية من منظمة عالمية؟ بإمكان العراق، طبعا بإمكان كل الدول، أن تدخل في الأمم المتحدة أو لا تدخل. هذا خيار حكومة وخيار دولة، أن تدخل في تنظيم عالمي، لا أن تكون طائعة لقراراته ومنقادة له. يعني ما أريد أقوله باختصار أن هذا التعدي وصل إلى مستوى لعله خطر جدا، على اعتبار إحنا مجتمع عراقي نمتلك خصوصية، لا يمكن أن تأتي إملاءات من خارج العراق ومن خارج منظومتنا القيمية، لأن هذا ممكن أن يتعارض بشكل واضح، وممكن يؤدي إلى مشكلة في داخل المجتمع العراقي، وممكن يؤدي إلى ردود فعل قد تكون سلبية على مجتمعاتنا. رئيس مركز تاج الحضارة الثقافية الدكتور حيدر الشمري، كنت ضيفا كريما، شكرا لكم سماحة الشيخ، والشكر الجزيل لكم الباحث والأكاديمي الدكتور جميل حسناوي، كنت ضيفا كريما، شكرا لكما، والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.